عايز ايه يا ماهر؟ انا من مؤاخذة عايزك المحامي بتاعي. ابقى ايه؟ المحامي بتاعي. طيب يا سيدي ومال، بس انت تقدر على اتعابي؟ يا باشا امال ايه؟ امال اجيلك يعني وانا مش قادر على اتعابك؟ صغر نفسي معاك. منين بقى يا ماهر؟ ولا يكونش بعت الحاجه اللي معاك؟ لا ولا قوه الا بالله يا باشا، وربنا معايا حاجه عشان ابيعها. انت ليه لك اتعاب وتاخدها؟ مش مهم بقى جبت الفلوس منين. ما لقيتش يا ماهر ان بمكالمه صغيره اسلمك؟ اشك في ابويا وما اشكش فيك يا واد. انت محامي الغلابه، وربنا لو حلفه على الميه تضمن ما صدقك. بعد اذنك يا راشد بيه، بلاش ترد على المكالمه دي. انت قلقت كده ليه؟ التليفون داخل يعني شغل يا ماهر، لازم ارد. ايوه انا ما قلتش لماهر ان انا شغال معاك يا ريس. طيب تمام، عايز تبلغ لي حاجه تاني؟ لا يا ريس. سلام. لا بس سيبك انت، انا عجبتني الحركه بتاعت انك تاخد نص الحاجه والنص التاني تلبسه. تلبسه الوجيه عشان تخلص منه، مش كده؟ انت باشا مصدق برضه الكلام ده؟ وربنا لا لبست ولا قلعت. انا مش فاهم، انا جالك عشان كده. انا عايز اعرف الحكومه بتدور عليا ليه وعايزاني ليه؟ انا مطلوب ليه؟ اكيد بسبب الحاجه اللي مقويه قلبك وخليتك تجي لي المكتب تطلب مني ان ابقى المحامي بتاعك. وانا عايز افهم بيه وجيه اللي لو بيت الاثار يطلعوه، وانا الراجل اللي على الله لا ليه في الطور ولا في الطحين، يدوروا عليه ويطلبوه. طب قانونيا تيجي ازاي؟ فاهمها لك. افهمها لك ان وجيه يخرج عادي لاني المحامي بتاعه، انهم يدوروا عليك عادي عشان الحاجه عندك، او هم معتقدين كده. ما هو ده اللي جابني ليك يا واد. انت الوحيد اللي عرفت امتي، وانت الوحيد اللي تعرف تخرجني زي ما خرجت وجيه. عشان في ربنا ثم في حضرتك كبير ونعم بالله. وانا عناي الاتنين ليك يا ابني. حاضر. شوف يا ماهر، انت هتفضل تجري، هتجري كتير، هتتعب ومش هتوصل لحاجة، وشوية بشوية الحلقة هتضيق عليك، مرة من وجيه ورجالته ومرة من الشرطة. عشان كده اللي يطلعك من الحدوتة دي سليم انك تخرج دلوقتي وبسرعة، ايا كانت العواقب يا ماهر انا في ظهرك. انا هبقى المحامي بتاعك لو ايه، من غير اتعب. كتر خيرك. يبقى ترسيني يا وجه. شوف يا ماهر، طالما طلبوك يبقى عندهم دليل يقيني على ادانتك، وهروبك بياكد الادانه دي. على فكره يا ابني، انا بنصحك بجد بنيه مخلصه، مش لكوني محامي وجيه. طب قسما بالله العظيم، ما في اي دليل ضدي. دماغك ناشفه. دماغي ناشفه بس بتجيب اجوان. ما تاخدنا راشد بلعب في فريق احسن ملعب ضدك. طب انا اريحك واقولها لك، يمكن دماغك تلين لما تعرفها. اتهامك انا ماليش اي علاقه بيه، انا يمكن استخدمته عشان اخرج وجيه. فكر كويس يا ماهر.